أوافق. نعم، المهم في كرة القدم ليس الفوز فقط، إنما الاستمتاع باللعب معا، ولا أعني مع فريقك فحسب، لكن مع كل اللاعبين. أحب اللعب مع خصومي، خاصة عندما أسحقهم. كيف يمكن أن نلعب بعدالة أكبر؟ الفتيات ضد الأولاد، هكذا سوف نخسر. صحيح، وهذا بالترتيب الأبجدي لأسمائنا في تيدي بير. روز، أنت فقط من لديه تيدي بير. أنت وكلوي. طبعاً لدي تيدي، أعني هذا السخيف، منتهى السخافة. لما لا نسحب ورقة؟ أنا لا أرى ما الجميل في الركض ومطاردة الكرة، وماذا لو جرحت يدي؟ لن أستطيع الرسم بعدها. نيت، أنت تلعب بقدميك ليس بيديك، وهذا ممتع. تعتمد على ركلات واستدارة ميرسيل وركلات. أنت تحب القصص، سترى اللعبة الجيدة مليئة بتحولات مثل القصص. حسناً، ما زلت أفضل الرسم، لكن لا يمكن التغيب، لأن الأنسة بوستيه أحضرت السيدة ديدييه، أسطورة صحافة الرياضة وأيضاً موسوعة في كرة القدم. لا يا مارك، فكر لي في عذر رجاءً، أنت الكاتب هنا، هكذا ستقابل السيد ديدييه، ولهذا لا يمكنه حضور هذا الفصل. هكذا ينقصنا لاعب. ألا تود اللعب؟ لا، أنا هذا ليس صفي وأنا لست ماهرا. كما تريد، إذا هيا أعطني الكرة قبل أن تذهب. لابد أن تلعب بالتأكيد. أمنعك من هذه السخافة. لا تنصتي لها، من حقك لعب الكرة إذا أردت. هي لا تود إلا طاعتي. أجل، آسفة يا سابرينا، هيا يا تيدي بير. قد أؤذيكم بالكرة أو إذا صدمتكم أو آسفة. رائع. صديقي، هيا مرر. لمسة يد. كما قال أندريا، تلعب الكرة بالرأس والقدم أداة فقط، لكن أجل، يلمسها حارس المرمى. آسف، أنا لا أعرف قواعد اللعبة. تذكرني بصديق شبابي. يا كلوي، أنت من عليك صد الكرة. لا يمكن أن ألمس هذا الشيء الدائري، لا أريد أي أمراض أو أي سخافات كهذه. أستطيع أخذ مكانك، أحب سد الكرة. لكن أنت لست في فريقها. بدون حارس مرمى سنخسر بالطبع. أرفض اللعب مع فريق خاسر، سأغادر. كلوي، لا يمكنك ترك يوم دراسي. العبي إن أردت الفوز يا كلوي. لم لا أجلس بجانب تلك الفتاة هناك؟ ليلى مصابة. هذه كذبة أخرى. حسناً، وأنا أصبت في قدمي. أوتش، أو هذا فخذك. لم أسألك يا بنت الخباز. أيعرف أحد منكم كيف يلعب مع زميله وتظل المباراة عادلة وممتعة؟ حسناً كلوي، تغير الفريق مع كل هدف، والرابح هو من فاز رغم الإعاقة، عندما تكون كلوي حارس المرمى. نعم. فكرة جيدة كابتن، هل اسمك مارينيت؟ أجل. شكراً.